هذا هو قسم غسيل الكلى في مشفى الشفاء الرئيسي في قطاع غزة، واحد من أهم الأقسام الرئيسية والحساسة لخدمة المرضى في القطاع، فأكثر من 500 حالة غسيل كلى في قطاع غزة هي بحاجة إلى أن تقوم بعمليات غسل يوميا لأكثر من 4 ساعات أو 4 ساعات. هذه الأجهزة التي وصل عليها المرضى هي أجهزة غاية في الدقة والحساسية. المخاوف الحقيقية هنا في قطاع غزة هي أن تؤثر عملية انقطاع التيار الكهربائي، وأيضا يعني اعتماد هذه المشافي على مولدات الكهرباء بشكل دائم من تعطل هذه الأجهزة. هذا المشفى هو أكبر مشافي قطاع غزة، فيه فقط 35 جهازا لغسيل الكلى. الحاج منير هو أحد المرضى هنا الذي يقوم بمراجعة شبه يومية لهذا القسم. وحاج منير، أنت قديش عمليا بتقوم بعمليات غسل أسبوعية؟ مرتين في الأسبوع. كل مرة كم ساعة؟ 4 ساعات. يعني اللي بيغسلوا عماد حياتهم الغسيل، فيش غسيل تكون حياتهم قريبة من الموت. هناك مولد للكهرباء صحيح، ولكن هناك نقص في الوقود لهذه المولدات، كذلك ممكن هذه المولدات أن تتعطل في أي لحظة. الأزمة مستمرة، فللأسبوع الثالث على التوالي تعيش غزة بلا كهرباء ل18 ساعة يوميا. ويشكو وزير الصحة في غزة من أن مولدات الكهرباء تسببت بعطل أجهزة حيوية مهمة في المشافي لعدم استقرار الكهرباء المولد منها. تعطل أحد المولدات الرئيسية الذي يغذي قسم الولادة وحضانات الأطفال فجأة على العمل. حدث هناك طارئ خطير جدا في داخل المستشفى، كل الطواقم الطبية بدأت تنقل الأطفال في الحضانات إلى أماكن أخرى فيها تيار كهربائي. الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كلها تتخلى عن واجبها وتقف متفرجة أمام هذا الشعب الأعزل. في قسم غسيل الكلى في مشفى الأطفال ترقد الطفلة منة الله، تتشبث بوالدها وتعاني آلام الغسيل بعد أن ولدت بكلية واحدة. والدها يخشى من أن يفقدها في حال استمرت الأزمة. طبعا هي مشكلة الكهرباء هي مشكلة رئيسية بالنسبة للأجهزة اللي بتشتغل على الكهرباء، وبالنسبة لمرض الكلى لأنه مش لازم تتوقف الأجهزة، ولكن نأمل من الله أنها تنحل المشكلة إن شاء الله يعني. ويقول المسؤولون في مشافي الأطفال إن أقسام العناية الفائقة هي الأخرى مهددة في حال عطل المولدات، وأن الطواقم الطبية تضطر أحيانا إلى استخدام الطرق اليدوية لإنقاذ حياة الأطفال حديثي الولادة. شهد الكاشف، بي بي سي، قطاع غزة.